للخدمة المدنية بعد جهد وعمل شاق استمر أكتر من سنتين. بالمناسبة استمر أكتر من سنتين لحد ما صدر القانون في شكله النهائي في 1 نوفمبر 2016. القانون ده بيعمل إيه بقى؟ بيلزم في واحدة من المواد بتاعته مادة 75، بيلزم كل الجهات الدولة اللي حضرتك بتقولي عليها دي بالقانون انها تضع الاستراتيجية بتاعتها وتكون متسقة مع الاستراتيجية العامة للدولة ويراجع كل دورات العمل ويراجع كل ويبسطها، طبعا يراجعها بمعنى يبسط دورة العمل لان حاجات بيروقراطية كتيرة جدا، ثم يضع يعمل يراجع بطاقات الوصف الوظيفي، هو مطلوب ايه من الموظف اللي في بوتشت واللي في المراكز واللي في كذا، هو مطلوب منه ايه اساسا، فلازم يراجع بطاقات الوصف الوظيفي عشان تتسق مع هذه الرؤيه وهذه الاستراتيجيه. نعم، ما انا بالظبط، فيعني القانون بيقول انك انت لازم تتحرك في ده. فكره زي ما حضرتك بتقولي تحدي، طب هل هو مؤهل لده ولا لا؟ هنا برضو الاستراتيجيه بتاكد على فكره التدريب، العنصر البشري في الاخر. ما انا يعني انا بقول العنصر البشري هو العنصر الحاسب في نجاح او فشل الكلام الجميل اللي احنا بنقوله ده، فعشان كده احنا في الاستراتيجيه بناكد واحده من المؤشرات قياس الاداء الكي بي ايز بتاعتنا الاساسيه ان يكون مخصصات التدريب الاداري، التدريب للجهاز الاداري الدوله لا تقل عن 1% من اجمالي الموازنه بتاعه الاجور. 1% النهارده موازنه الاجور 228 مليار جنيه، يعني بتكلم ان ما لا يقل عن 2 مليار جنيه تكون مخصصه للتدريب. احنا النهارده طبعا بنتكلم على ارقام لا تتجاوز 1% 5% على افضل تقدير من هذه الارقام بالظبط. فبالتالي المخصصات التدريب، اعاده النظر في البرامج التدريبيه. النهارده قانون الخدمه المدنيه بنتكلم على اداره للموارد البشريه، احنا ما عندناش في الحكومه حاجه اسمها موارد بشريه عندنا حاجه اسمها لطيفه كده اسمها شؤون العاملين، تطلعي تلاقي حاجه لطيفه جدا الناس قاعده اسمها شؤون العاملين يعني. فانت بتتكلم على فكر مختلف، موارد بشريه، التعيين هيبقى عامل ايه، انا مين اللي انا عايزه يدخل، مين اللي انا عايزه يخرج،